ننتقل إلى شأن آخر فيما يخص التطوير الجميل اللي حصل لميدان التحرير عشان يكون ضوء جميل موجود في قلب القاهرة، المسلة والكباشة المحطوطة والإضاءة الجميلة اللي محطوطة. زمايلي الحقيقة الأعزاء قرروا أن هم ينقلوا حضراتكم الصورة الجمالية دي وآخر ما تم عمليات التطوير اللي تمت، ويمكن اللمسات الأخيرة بتوضع في هذه الصورة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي، اللي هنتابع تفاصيل أكتر من خلال زميلي العزيز محمد عبيد في هذا التقرير التالي. ميدان التحرير يستعد ليكشف النقاب عن شكله الجديد بعد التطورات الكبيرة التي تجري فيه، وسيتم يعني رفع النقاب عنها في احتفالات 30 يونيو القادمة. ميدان التحرير الذي جاءت إليه مسلة فرعونية من منطقة صان الحجر لتوضع في منتصفه، ويحيطها 4 من كباش معبد الكرنك التي جاءت من الأقصر لتحرس هذه المسلة، وهناك أيضا نافورة من المياه تحيطها ليكون هناك شكل فرعوني خالص لميدان التحرير. ليس فقط دائرة الميدان هي التي زينت، وإنما تم تزيين كل المباني المحيطة بميدان التحرير، أكثر من 25 مبنى بالإضافة طبعا إلى المتحف المصري. ليس فقط ترميم هذه المباني وإعادة إعادتها إلى شكلها الطبيعي إلى ما كانت عليه في الماضي وترميم التماثيل التي تعلوها، وإنما أيضا يعني رفع كفاءتها وإضاءتها بإضاءات متخصصة من قبل شركة الصوت والضوء لتزين الميدان ليلا، بالإضافة طبعا إلى مجمع التحرير وغيره من المباني. تم إزالة جميع اللوحات الإعلانية التي كانت تعلو هذه المباني وتوحيد اللوحات الإرشادية الخاصة بكل المحلات الموجودة في ميدان التحرير ليكون ذا طابع متناسق معا ويشابه ميادين العالم الكبرى من حيث الشكل الجمالي، وأيضا وجود أثار فرعونية مما يجعله مزارا سياحيا. كذلك تم زراعة العديد من أشجار النخيل وأيضا الزيتون في الميدان. تم وضع الكثير من الكراسي لاستراحة المواطنين لمشاهدة هذا الجمال الذي من خلفي، وهناك أيضا مكان لركن الدراجات مثلا، هناك أيضا مكان آخر ومنازل لذوي القدرات الخاصة لتمكنهم من الصعود والنزول إلى ميدان التحرير والأماكن المختلفة. ميدان التحرير يتزين بشكله الجديد ليكشف عن نفسه ويكون واحد من أجمل الميادين الموجودة في العالم. بشكر الزميل العزيز محمد عبيد على نقله للصورة الجميلة دي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي على الشاشة، وإن شاء الله يعني خلال أيام يتم الانتهاء من آخر اللمسات الأخيرة في عملية التطوير. طبعا هيبقى ملفت لانتباه حضراتكم، في ناس ماشية في عربيات ماشية، فوجب التوضيح بأنه تصوير اللي حضراتكم شفتوه ده كان قبيل انطلاق ساعات أو بدء ساعات حظر التحرك، فده كان قبل الساعة 9. وجب التوضيح بس عشان طبعا كان ملفت بالنسبة لي شخصيا كمان انه في عربيات كتير وفي ناس ماشية في الشارع، فده قبل ساعات حظر التحرك.